رئيس السيسي يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. الرئيس الأمريكي يقول إن مصر شريك محوري في الحرب على الإرهاب. الحكومة الليبية المؤقتة تطالب قطر بوقف تدخلها في شؤون ليبيا. الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال مباحثات القمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم لها سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد. أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس الأمريكي أشاد بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، مؤكدا أن مصر شريك محوري في الحرب ضد الإرهاب. وقد أكد الرئيس الأمريكي أن الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم، مشددا في كلمة ترحيب قبل انطلاق مباحثات القمة مع الرئيس السيسي بالبيت الأبيض على أن العلاقات الثنائية مع مصر تمر بأفضل حالاتها، مشيرا إلى أنه سيناقش مع الرئيس السيسي عددا من الملفات المهمة التي يأتي على رأسها الملف التجاري، منوها إلى أن بلاده أحرزت تطورا كبيرا مع مصر في ملف مكافحة الإرهاب. وقد أكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل جهودها في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي بمقر إقامة الرئيس السيسي بواشنطن، حيث تناول اللقاء سبل تمكين المرأة وقضاياها. وقد أشادت إيفانكا بجهود الرئيس السيسي ومبادراته لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز والدعم الكبير للمرأة، معربة عن دعمها لتلك الجهود وتطلعها للعمل مع الحكومة المصرية لمساندة هذه المساعي. دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثاني قطر إلى الكف عن التدخل في الشأن الليبي، معتبرا أن التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع في بلاده. وطلب في كلمة متلفزة المجتمع الدولي بالابتعاد عن دعم الخارجين عن القانون وعدم الانحياز لأي طرف، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس تحقق أهدافها بتحقيق الاستقرار في ليبيا. أعلنت فنزويلا انسحابها من منظمة الدول الأمريكية بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا للبلاد. وأعربت الخارجية الفنزويلية في بيان لها عن أسفها لقرار المنظمة واتهمتها بالابتزاز والضغط على الدول الأعضاء من أجل الاستجابة لرغبة واشنطن. بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.